رقص كلاسيكي ماشي ديال رجال. كلشي تيقولو كلشي تيفكر فيه الرقص الكلاسيكي راه تيعتمد على المرأة وعلى الرجل، ولا بدا يكونوا المرأة والراجل، راه كاين واحد الفرق شاسع ما بين التقنيات ديال الولد والتقنيات ديال البنت. الا ما كنتيش انت خادم لو كور ديالك مزيان، ما كنتيش سوليد صحيح، راه ما غاديش تقدر تخدم لا دونس كلاسيك ديال الولد، لانه كيعتمد بزاف على الجامب، كيعتمد بزاف على القوه. عاد عندنا لانتربريتاسيون تعتمد على القوه ديال البيرسوناليتي حتى في الحركات. كنلقاو دي موفمون اللي خاصين غير بالولد كما كنلقاو دي موفمون اللي خاصين بالبنت. بيان سور عندهم دي موفمون مشتركين، مي كاين لا ديفيرونس. مره تلاقيت مع واحد الكوريغراف في فرنسا معروفه، دائما كتقول لي انا كنقلب على ولد اللي غيعطيني الاحساس ديال الولد، اللي غيعطيني لا فورس ديال الولد، نشوف قدامي ولد. لا دونس كلاسيك هو لا باز ديال لي دونس. بدينا كنشوفوا الناس اللي تيديروا لا دونس بداو بالهيب هوب ولا بداو باللاتين ولا بداو بالجاز، ولاو تيفهموا ان لا دونس كلاسيك راه هو لا باز، وتيجيو عندنا وتيقول لك انا بغيت نتعلم، بغيت نعرف لي باز، لان عرفت ان لا دونس كلاسيك الا فهمتو غادي نفهم بزاف الحوايج. وهادشي تيشرف. MDGS نربحوا الرياضه.